مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في الفقرة الثانية لحلقة اليوم. الإنسان دائما يبحث عن الراحة والسعادة، كل هذه الأشياء لابد أن تتوفر إذا توفرت الصحة والعافية أولا، فنحن حريصين جدا أن نعرض لكم حالات متعددة وبأوجاع متعددة لنقف معهم ليستمروا في هذه الحياة بسعادة ورضا كبير. خلونا نتعرف على الحالة الثانية لحلقة اليوم، خليكم معنا. الحالة الثانية في سنابل الخير للمريض عبدو من مديرية المضاربة محافظة لاحج، والذي كان يعيش حياة بسيطة مستعيناً بالبحر لقلب رزقه ولأطفاله. جارنا عبد محمد راشد يوين أصيب بهذا المرض منذ 7 سنوات، إلى أن حالته الصحية خلال 8 أشهر يعني ازدادت سوءا، حتى أنه أصبح لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، يتم إعطاؤه الأكل والشرب عن طريق أحد أقاربه. فاجأته الأقدار بأن أصيب ذات يوم في 3 فقرات من عموده الفقري قبل 7 سنوات من الآن، لتزداد حالته حتى أقعده المرض عن الحركة قبل 8 أشهر، لتتقيد أطرافه عن القيام بأبسط الأشياء ومنها تناول الطعام. الحالة أصيبت قبل 7 سنوات، كان الإصابة خفيفة جدا، ثم تطورت الحالة إلى أن وصلت قبل 8 أشهر إلى بدأ يعني اشتلت حركته. تم إسعافه إلى عدن من أجل إجراء فحوصات، وتبين له أن 3 فقرات من العمود الفقري أصيبت وبحاجة إلى عمليتين جراحيتين يعني طارئة. بعدها الدكتور قرر أن يعطي علاج لمدة 3 أشهر، وكان يعني يستطيع أن يتحرك قليلا، إلا أن بعد 3 أشهر فقد الحركة كامل، لا يستطيع أن يخرج للحمام، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يعيش، كل دائما آلام، دائما صياع، يعني أهله أصبحوا متعبين، يتناول فقط الماء والأكل عن طريق أحد جيرانه، هو ما يستطيع يتحرك قدمي ولا أطرافه أبدا. تم وضعه في مخيم خرز في مركز الصحي لأنه ما ساد سوءا يعني، وحالته الآن بدأت تدهور بشكل يعني متسارع، والآن ندعو أهل الخير وكل من له يعني أن يقدر يدعم ويساهم فعال خير للتجار ومنظمات وجمعيات أن يساهموا في انتشال هذه الحالة وإعادة البسمة لها ولأطفالها. عبد الحمد راشد الذي 3 أطفال، وهو يعني عسكري متقاعد، ليس راتبه ضعيف جدا، والحالة المعيشية صعبة كما ترون، وحال الأسعار والظروف المعيشية في الوطن التي أصبحت يعني كاهل على المواطن. لذلك ندعو أن الناس أن يكفوا إلى جانب هذا ويعيدوا للبسمة ويشاركونا في إعادة الصحة والعافية له بإذن الله سبحانه وتعالى. الحالة يعني تستاهل سوءا، وكما تشاهدون والمكان يعني حالة يعني المكان، تصوير المكان يعني يبعث أكثر من حرف من يريد أن يدعم الحالة مأساوية جدا من جميع على ما تعنيه الكلمة يعني. أسعف إلى مشافي عدن، وقرر الأطباء احتياجه إلى عمليتين جراحيتين بشكل مستعجل في ظل وضع معيشي صعب، وتكلفة العمليتين 5 ملايين ريال يمني. ناشد جميع فاعل الخير أن يساعدوا هذه الحالة من أجل إجراء لها عملية جراحية، حيث أن تكلفة العملية 5 مليون ريال يمني، وأن أسرة الفقير لا تستطيع أن توفر هذا المبلغ بسبب ظروفها المعيشية، وحيث أن المريض بحاجة إلى 3 عمليات في العمود الفقري كما أشار لها أخصائي طبي في إحدى مشافي عدن. عبر هذا البرنامج من قناة السعيدة نناشد أهل الخير وجميع من يستطيع أن يوفر أو يساعد هذا المريض حتى يعود لحياته الطبيعية. حياة الأخ عبدو تزداد سوءا يوما بعد يوم، في ظل عدم وجود عائل لأفراد أسرته، وفي ظل عجزه عن الحركة التي كانت نعمة، كل أمنياته تتجسد في من يتكفل بإجراء العمليتين له حتى يعود لأسرته وحياته من جديد. هذا هو خالي عبد محمد راشد حوبين، ومن يريد يساعده من أهل الخير يتواصل على هذه الأرقام التالية: الأول 7762533526، أو الرقم الثاني 7755217752. Oh.
أما الحالة الثالثة في سنابل الخير فهي حالة الأسرة المكلومة بأمراضها ومعاناتها، هي أسرة أحمد في مديرية المحابشة عزلة بني حيدان. أحمد كان يعيش حياة طبيعية حتى غزا جسده المرض قبل 9 أشهر ليصاب بفيروس الكبد ويصبح طريح الفراش، بعد أن كان العائل الوحيد لزوجته وأطفاله وأمه وإخوانه. أفضل أخ محمد، إيش اللي تعاني أنت الآن؟ أعاني من الكبد، لمدة 9 أشهر، وأنا أتنقل من مستشفى إلى مستشفى، ولا معيش فلوس حقا معك من العلاجات، واللي ثالث عودة من 16 درجة. أيوه، والحين أستعمل بعض المهدات من إيش ولا من الصيدليات الخفيفة، وبعضها ما توجدش إلا في صنعاء، ما بش حالي صعب. أخوك إيش فيه؟ عنده حالة نفسية، من متى أصيب؟ أصيب له حوالي 20 سنة يوم أصيب بها. أصيب هو عمره 12 سنة. والبنية هذه عندكم؟ هذا مكلف. كريمته؟ أي كريمتي. لها مريضة حوالي عمرها 25 سنة، كذا تعاني من كسورات في الذوق وعندها روماتيز، ولا تستطيع تمشي بعض مرات تحت بس ما تكون شو على. عمرها 25 سنة الآن. أيوة عمرها 25 سنة. والله حالته يا أخي تعبانة، ويعني من الكبد، ويعني ماديا ما عندوش ظروف، تعبانة وما عندوش لا أرض ولا عندوش دواب ولا عنده ولا حاجة، وراح لما صنعاء تأولنا له الناس بعض الحاجات كذا ما بوش ما نفعش، وعنده يعني الكبد، يعني من مرض الكبد، وعنده ابن أخوه تعبان معوق، وأخته عندها روماتيز يديها، وحالتهم متعبة، وأمه تعبانة، وحالتهم تشكي إلى الله، يعني يشتوا المساعدة أقل شيء له في العلاج. غرفة يسكنها أحمد تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم، تكالبت فيها الأوجاع من كل جهة، فمن ناحية هو حال هذا الشاب الثلاثيني المصاب بحالة نفسية والذي يهيم بين الوديان والجبال ولا يستقر إلا بالأدوية، ومن ناحية أخرى الفتاة التي تعاني من الروماتيزم وشحنات في الأعصاب لتصبح مصابة بالتشنجات التي سببت لها حالة نفسية سيئة. يفهم يبوك ما اليوم راقده لو شهر يمشي في ودي، لا يرقد لي ولا يحاوي ليل نهار إلا لو ودي ما أميني ويمشي مطرد يا محاوي لو حي الشي مليون باقى أبو علي هنا كل ما أبس جراب عند مرقى وحالة عليها زفت ما حد ما تبوه هذا يلا وذوق تطلب لي أينك محاك الحمد لله الله مالح أنا أجوز ما أدرس أحنا نعبوية الأدرس هذا والأدرس كيف الحمد لله شباب اللهم الحمد لله قوة الله أتوك أين كاملها في الأمر حاسم أين تحتش إيش في هذا؟ يبني فيها كم رئمتيز يأقلها ورجليها خلاص ما تقدرش تمشي أبولها على قاعدة لاجف لاجن ذاك لاجها اللي ماك بملان باقة أخافف لها كذي يا لتهورتو كذي يا بأيانتو يا قالها كشاطو وشي وكان ذوك النعدام يمده بشي علينا الحمد لله. نجيب كدري حدثني عن حالة الأخ، إيش فيها هذا العبد كدري؟ أحمد كدري عنده الكبد وعنده أمراض من الكبد وحالته تعبانة وموظف هذا معك يستطيع أنت مع يتبرز إلا بحمالات وأنا متبرز عنده جوا عنده التلوى في الأمعاء والأخت أيضا عندها روماتيز حاد لا من زغرها. أم وأخت هما أيضا يعانيان من النوم في هذه السقيفة المغطاة بجذور الأشجار والتي لا تقيهم البرد والحر والمطر، في ظل وجود غرفة سقفها مكشوف لا يستطيعون تغطيتها. أي نذق بيتي أصبح بي بلا سقف بين ماء ومريح بلا طبق
مجهة تيابة وبنية مستعبين بالتعب ليه بفيه الكب واللي شباب واللي تكم والد الشباب كما حارتها يا بينات الحمد لله وبيتي أين ذك ربي داري صدقوا علي يبطر بالو شلوا الأم ريح من عليه من تي حق ما نظلمه افتشل أنا أحمد، محمد، وفاطمة هم ثلاثة إخوة لهذه الأم المكلومة التي تعاني من معاناتهم المرضية وطفلة صغيرة مصابة بالمرض هي الأخرى. تتمنى هذه الأسرة أن تجد من يلتفت لمعاناتها في توفير مكان مناسب للسكن أو ترميم غرفتهم وبناء أخرى بجانبها بالإضافة لعلاج أحمد وإخوته كي تعود الحياة إلى قلوبهم من جديد. الحمد لله بني ذفي الكب مصطابه وتكريمتي يحبسها ويأقلها وذوق مجنون شباب بكلي بكلي لا جهت آلي يا بني بقي بوك الدنيا ويبقى دي لحين من أبو محمى أره يخلاصي بوك وبكي عليه ظلامه لا يا ولدي إني بين منين وهو بدي حسي كان يبداول ورجع ويبدي لما أدي أمين يا ما ويرجع ما يهدش هاليوم هذا له أسبوع يجري اليوم كأنه وقع والله ما تلقى أشكال ما تلقى الحمد لله اللهم على الحمد حالتي تعبانة ودخلي محدود واجس وباس هذا المرض وأجد الله سبحانه وتعالى خذنا قرض من الناس وتحملنا أنفس نفسي والمخرج عند الله ونطلب الله من أهل الخير المساعدة جزاهم الله خير أرجو التبرع على هذه الأرقام 7-1-4-4-6-3-9-6-6 والثاني 7-3-0-2-8-5-9-1-4. ختاما وليس أخيرا مشاهدينا الكرام، فهنالك أيضا الكثير من الحالات التي لابد أن ندعمها ونقف بجانبها. إذن نشكر كل من ساهم وساعد الحالات السابقة ونتمنى أن تستمروا في ذلك العطاء. نكون هنا قد انتهينا من مشوار حلقة اليوم، أتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل وقصص إنسانية أخرى. إلى اللقاء.